السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا أصدقائي المتابعين إلى حلقة جديدة من حلقات تعليم أردوين. اليوم موضوعنا سوف نتعلم مع بعض كيفية تشغيل وتوصيل هذه الشاشة الصغيرة شاشة الـ LCD مع الأردوينو، وكيف يمكننا عرض أي شيء نقوم بكتابته، كيف يمكننا عرضه على هذه الشاشة. إذن هذا هو شكل الشاشة التي سوف نقوم بتوصيلها وبرمجتها على الأردوينو. إذن تحتوي على هذه التوصيلات DSS اللي هي الجرام، VDD اللي هي 5 فولت DC، VO اللي هي البايت والتي نتحكم في إضاءة شاشة LCD، RS التي تعني Register Select، RW التي هي Read Write، و E اللي هي Enable. بعدها عندنا من D0 إلى D7 هي منافذ الداتا أو الديتا كما تسميه. بعد أن الأنود والكاتود، أخيرا الكاتود. LCD هي مختصر من كلمة Liquid Crystal Display، 16 by 2 يعني 16 بين حرف ورمز ورقم، 2 يعني 2 lines. بالنسبة لمناطق الداتا التي هي من D0 إلى D7 يمكننا استعمالها كاملة إذا أردنا نقل 1 بايت بير تايم، ولكن هذا يتطلب إلى توصيلات كثيرة. نستخدم تقريبا كل الـIO التي توجد على الأردوين، ولهذا نقوم باختصارها فقط من D4 إلى D7، وبهذا يكون نقل الداتا 1 يعني 1/2 بايت بير تايم، وهذا لتقليل من الجامبر واير. ويمكن استخدام الIO input output موجود على الأردوينو وفي أشياء ثانية. إذن هكذا تكون مقابلة مع بعض بهذه الطريقة. إذن هذا هو DSS، هذا هو VTT، هذا هو VO أو البايت، RS، بعدها RW، نيبل، وهذه كلها مناطق الداتا. بعدها عندنا الأنود، وأخيرا كاتود. والآن سوف نشاهد التوصيلات التي نقوم بها مع بعض على هذا السوفتوير. لن نحتاج إلى LCD، بريدبورد، أردوينو أونو أو نانو أو أي شيء متوفر عندك. ونحتاج إلى مقاومة متغيرة 10K، ونحتاج إلى مقاومة 220 أوم. نقوم أول شيء بتوصيل الجراوند، بعدها منفذ رقم الذي هو RW، نقوم بتوصيله أيضا على الجراوند، والكاتود أيضا نقوم بتوصيله على الجراف. نقوم بتوصيل الخمسة فولت من الأردوينو على البريدبورد باستخدامه، ونفس الشيء نأخذ الجراف ونوصله على الطرف الثاني من البريدبورد. نقوم بتوصيل المقاومة المتغيرة، الطرف الأول نقوم بتوصيله مع الجراف، والطرف الثاني نقوم بتوصيله على 5 فولت. وبهذا لما نقوم بتحريك هذه المقاومة المتغيرة أو البوتنتيومتر من اليمين إلى اليسار سوف يعطينا قيمة متغيرة تكون هي التي نقوم بتغيير الإضاءة على شاشة LCD. إذا نقوم بتوصيل هذه على منفذ رقم 3 للLCD. هذا VDD نقوم بتوصيله على 5 فولت، وبعدها نقوم بتوصيل RS، نقوم بتوصيله على منفذ رقم 12 أردوينو، وبعدها رقم 11 نقوم بتوصيله على Enable كما تشاهدون، وبعدها من رقم 2 إلى رقم 4 على الأردوينو نقوم بتوصيله على رقم D7 إلى D رقم 4 في
التحكيم. لأن هذه هي التفصيلات في كلية الصفر. والآن سوف نشاهد مع بعض الكود أو البروغرام الذي سوف نقوم باستخدامه. طبعاً هنا اتصلت عملت الكاميرا فقط على الشاشة حتى تكون واضحة الكتابة. إذن هنا ليس عليك كتابة أي شيء، فقط إذا تفتح منها بالنقطة File Examples ثم تنزل تحت Liquid Crystal، تختار أي واحد من هذا البروغرام كلها. نختار مثلا هالو وورد، سوف نقوم بإرسال إذن كما تشاهدون هالو وورد، وهنا الإعداد كل واحد ثانية يغير الرقم. من هنا هذا المقام المتغيرة يمكننا تحديد قطاعة الشاشة. إذن هذا البروغرام فيه أول مرة تشاهدون library include library. لما تشاهدون بهذه الطريقة معناته هذه library liquid crystal، هذه موجودة من ضمن software. إذن int constant المنافذ والمخارج التي نستخدمها من رقم 2 4 3 4 5 11 12. هنا الـ LCD begin 16:2 على حسب الشاشة. LCD print hello world، يمكنك تغيير كتابة ماذا تريد، أي شيء تريده أن يضع على الشاشة، فقط عليك كتابته في هذه الخانة. بعد هنا اخترنا واحد ثانية لتغيير هذا الرقم. أتيم أصفى قوم بإرسال الكود كما تلاحظون على الشاشة. يمكنك اختيار اي بروجرام ثاني، مثلا اوتو سكرول. هذا سوف يعرض على الشاشه الارقام من 1 الى 10 يمين ويسار. إذا أردت عرض أكثر، أرقام أكثر، نعمل مثلا 16، نفس الشيء. بكذلك كتابة أكثر لكنها لا تظهر بالشكل الصحيح، لأن الـ LCD فيه 16 كاركتر فقط. إذن كما تلاحظون من 0 إلى 15. اختار مثال ثاني. هذا
هذا تكون الكتابة اليمين على اليسار. Let's see hello world. Scribble display left. بعدها right. 13 يعني كلمة hello world فيها 13 كاركتر. لما تروح كلها على اليسار تحتاج 16 زائد 13 يعني 29 حتى ترجع كلها على اليمين. سريع جدا كما هكذا تشاهدون تحرك يمين ويسار. اختار مثال ثاني. هذا يعمل بلينك بلينك كتابة تظهر وتختفي. يمكنك تجربة كل البرامج كل الأمثلة الموجودة، فقط عليك اختيار أي واحد منهم وإرسال الكود، ويمكنك التعديل إذا أردت كتابة أي شيء. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.